تعرف المعجبين أن من أحد هوايات جينارد وبيتيرس العديدة هي لعب التنس، فجين يمارس هذه الرياضة 3 مرات في الأسبوع على مستوى عالي من الاحترافية، على الرغم من أن جدول أعماله مزدحم للغاية كونه نجم عالمي. فيواصل جين التدريب دائما منذ أن فاز في جولة التنس في أحد حلقات رن بي تي إس قبل 2 عامين. واليوم شوهد جين في مباراة التنس لبطولة كوريا المفتوحة 2022، وهذه الجولة خاصة فقط بالمحترفين. وما ميز هذه المباراة بعد تواجد جين هو أحد اللاعبين كاسبر رود المحترف النرويجي، وهو ثاني أفضل لاعب تنس على مستوى العالم. وقد حضر جين المباراة مع مدرب التنس الخاص به، وقد أحدث ظهوره المفاجئ كضيف في VIP ضجة كبيرة عبر منصات التنس العالمية، حتى أن سبورتسكي دا تنس نشرت مقال بعنوان بسبب حضور جينارد وبيتيرس تم الترويج للتنس أكثر من تواجد أفضل محترفين العالم، حتى أن المعلق على المباراة وصف جين بأنه النجم في المدرجات لا يمكن إخفاء وجوده حتى لو كان يرتدي قبعة وقناع. حصل مقطع فيديو جين في مباراة التنس على أكثر من 1,000,000 مشاهدة في 2 ساعات فقط، ما يثبت مدى قوة وتأثير الوسيم العالمي. في أخبار أخرى، في يوم 30 من سبتمبر تم الإعلان عن إصابة أيو بفيروس كورونا بعد حضورها مؤخرا أسبوع الموضة في ميلانو بإيطاليا، ونظرا لأنها ستكون في الحجر الصحي لن تحضر أيو مهرجان شانس السينمائي الدولي، ومن غير المؤكد كذلك حضورها نيو بالانس وومن يوم 2 أكتوبر. ويقال أنها تخضع حاليا مرة أخرى لاختبار PCR وتنتظر النتائج. في هذه الأثناء أقامت أيو آخر حفل لها أندر ذا أورانج سان كأول مغنية كورية تؤدي في الاستاد الأولمبي جامسل يوم 17 و18 من سبتمبر. في أخبار أخرى، روزي هدوة بلاك بينك هي واحدة من أكثر أيدل الكيبوب اجتماعية في صناعة الموسيقى، ففي كل مكان تقوم بزيارتها وتصنع الصداقات دائما بمنتهى السهولة، سواء كان في الولايات المتحدة أو اليابان أو أوروبا بأكملها. اكتسبت روزي لقب الفراشة الاجتماعية لصداقتها قوية مع تايلا سويفت وبيلا بوتشي وكيت موس وغيرهم، والآن جذبت روزي انتباه مستخدمي الانترنت بسبب ذهابها إلى موعد رومانسي أثناء تواجدها في باريس. على وجه التحديد، بدأت هذه الشائعات حين كانت روزي تسير في شوارع باريس مع فتاة أخرى وهي الإنفلونسا جوان، وبالتبع انتشرت هذه الشائعات على النطاق الواسع بعد أن شاركت جوان صورة روزي عبر قصة الإنستغرام الخاص بها مع تعليق في موعد مع روزي. وكالعادة ظهرت العديد من الآراء بين مستخدمي الإنترنت، من بينهما أنهم مجرد أصدقاء مقربين يتمتعون بوقت جيد أثناء تجولهم في شوارع باريس، بينما اعتقد البعض الآخر من المعجبين أن روزي في موعد رومانسي، خاصة أنه في الأونية الأخيرة انتشرت الكثير من الشائعات حول خروج روزي في مواعيد غرامية مع فتيات أخريات. وعلى الرغم من كل هذه الشائعات، وصلت روزي إبهار الجميع بجمالها في ليلة افتتاح عرض سان لوران. وفي هذه الليلة كانت روزي بارزة بشكل واضح حين ارتدت فستان أسود قصير مليء بالجمال والنعومة. كذلك خطفت روزي كل الأنظار في حفل العشاء، حتى أن بعض الصحف الفرنسية قالت إذا كانت الحياة عادلة لكانت روزي الأميرة التي يحبها الجميع، حيث ارتدت فستان من مجموعة YSL لخريف 2022 الذي تم إطلاقه مؤخرا، تميز باللون الفضي الداكن مما أبهر الجميع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.